موضوع حلقة النهاردة من أكتر المواضيع المختصة بمجال العمل على الإنترنت والربح من الإنترنت اللي أنا ببقى جاهز ليها 100% إن أنا أشرحها لك وأديها لك وأقول لك اشتغل عليها، ودي نصيحة أخوية ليه ريال، لأن الموضوع ده والمجال ده والمجالات اللي أنا بتكلم فيها دي أنا ببقى ضمنها 100%، وبالأخص موضوع حلقة النهاردة. تخيل معايا أنا ضمن الموضوع ده بنسبة كبيرة جدا جدا، لو أي حد فيكو اشتغل عليه واداله وقته المطلوب واداله الذكاء وتشغيل الدماغ هيقدر يشتغل ويجيب أكتر من $50 يوميا من على المجال ده بطريقة سهلة وبسيطة. هتقولي ازاي؟ أقولك ده بقى موضوع حلقة النهاردة والسر اللي أنا جاي اديهولك النهاردة، والمجال اللي لو دورت عليه بره ممكن تلاقي ناس بتديك كورسات في ازاي تجيب مجال زي ده. الشغل على المجال ده بيبقى كوبي بيست، يعني نسخ ولصق مع شوية تشغيل دماغ. يعني بعد إذنك ما تشتغلش كله كوبي بيست زي ما محمد الريان بيقول، لا خالص، شغل دماغك شوية وهقولك إزاي تشغل دماغك في المجال ده وتوصل لمراحل محترمة جدا جدا تتخطى فيها الأرقام اللي أنا قلتها دي، ويمكن توصل لأرقام أنت نفسيا ما كنتش تتخيلها. فبعد إذنك ادي لنفسك القيمة وادي لنفسك الوقت والمجهود واشتغل على المجال ده وركز فيه هو لوحده، وإن شاء الله بعد شهر بالكتير جدا جدا هتبدأ تحس وتشوف كده النتائج وبوادر النتائج ظهر قدام منك. وزي ما قلتلكوا ووعدتكوا دايما الحلقة دي هتكون جزء أول، في جزء تاني إن شاء الله لطريقة الترويج والحصول على زيارات لمشروع النهاردة. فبعد إذنك لو أنت مهتم ما تنساش توصل الفيديو ده لألف لايك، عشان بعد الألف ان شاء الله هصور لكم الجزئيه الثانيه وانزلها. وبعد اذنك لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك وفعل زر الجرس. نبدا على بركه الله، يلا بينا. قلت اللي محتاج اقوله كلام نظري في المقدمه، تعالى بقى دلوقتي اوريك شويه اثباتات وشويه ارقام ما دام انتوا بتتحفزوا بالارقام، ونبدا بعد ما اوريكم الارقام اوريكم مدى سهوله مجال النهارده واوريكم ازاي تشتغلوا عليه كمان بطريقه سهله وبسيطه. تعالى نخش كده على الارقام، ومش هوريك بقى الموقع نفسه شغال ازاي، ولكن ده موقع بقاله فتره قليله جدا جدا بيجيب من جوجل بس. ركز معايا، في ممكن زيارات تدخلك من فيسبوك ومن مواقع تانية وبطريقه دايركت، لا انا جايب لك جوجل فقط لا غير. جوجل دي اللي انت مش هتتعب فيها، اللي هو مجرد محتوى بتنزله الموقع بيتارشف بيظهر في محركات البحث، بيدخل لك زوار من جوجل من غير ما تدفع ولا سنت واحد، اللي هو الباسيف انكم او الدخل السلبي. ادي ده موقع يا باشا بيدخل تقريبا 333,000 زائر شهريا من على جوجل في دول من الدول الكبيره زي امريكا، يونايتد كيندم اللي هي بريطانيا، والمانيا، ودول تانية كتير. خلاص، وده نيتش اجنبي بالمناسبة، انا جاي اكلمك النهاردة عن محتوى اجنبي بحت، مفيش كلمة عربي، ومش مطالب منك انك تكون عارف لغة انجليزية بنسبة 100%، مجرد بس هتعرف تستخدم برنامج جوجل ترانسليت او اي برنامج خاص بيه الترجمة فقط لا غير. تمام. تاني موقع معانا يا باشا وفي تقريبا 1.5 مليون زائر شهريا، 1.5 مليون زائر شهريا بيدخلوا على الموقع ده من استهدافه ل 242,000 كلمة مفتاحية. تخيل معايا 242,000 كلمه مفتاحيه بيدخلوا 1.5 مليون زائر، يبقى الكلمات دي عليها نسب بحث عاليه ومنافسه تقريبا منخفضه، منافسه قليله. لو انت اشتغلت وطورت من نفسك ووصلت لمراحل اعلى من اللي المنافس شغال فيها هتوصل لارباح محترمه. خلصنا من الارقام، تعالى بس معلش كده نشوف المحتوى اللي ارقامه كتير ده ومدى سهولته تفوق اي حاجه. المحتوى ده الا وهو محتوى اللغه الانجليزيه، ركز معايا، انا قلت لك ايه؟ هنشتغل بالاجنبي ومش مطالب منك تكون عارف لغه انجليزيه، ليه؟ لانك مش هتكتب مقالات من ايدك. لا، ده المحتوى ده كوبي بيست، ناس خلاص ككلمات موجوده في موقع بتاخدها تنسقها بصيغه معينه وتحطها عندك وتزود عليها التاتش اللي هيضمن ليك انك تظهر في محركات البحث وتجيب زوار، وده اللي هتكلم عنه في سياق الفيديو. ركز معايا بقى. عندك هنا يعني دي كده نوعيه المقالات، 10 جمل في مجال الفلوس في اللغة الإنجليزية، money example sentences. خلاص، عندك هنا 10 جمل of has فيها كلمة has. خلاص، 10 جمل فيها كلمة has، 10 example of positive sentence، يعني برضو نفس الكلام، ما علينا، مش هترجم لك أنا الموضوع ده، مش جاي ترجم أصلا. 50 جملة هنا، 10 جمل هنا، 50 جملة هنا، 50 جملة في 100 جملة في 300 جملة، عندك المية موجودة عندك هنا برضو. تمام، كل دي يا باشا جمل موجوده واخدها كوبي بيست وحاططها عنده في الموقع. تعال نبص على الموقع الثاني. خلاص، طبعا دي كده برنتبل بي دي اف ويكش ورك شيت، بتكلم عنها ان شاء الله في الايام اللي جايه، لان ده من سبل الترويج للموقع بتاعك، هنتكلم عنها في حلقه مخصوص. المهم، سنتنس ويز هاف، يعني دي جمل فيها هاف، خلاص، في الجمله بتاعتها. سنتنس ويز جنريت، فيها كلمه جنريت. خلاص، وهنا فريجمنت، وهنا كاونت، وهنا ريتنج، وهنا كيز، يعني دي كلها كده جمل فيها الكلمات دي.
يعني فكره الموقع اللي هنشتغل عليه او النيتش اللي هنشتغل عليه هو موقع للغه الانجليزيه بيديك فكره بسيطه انه بيجيب لك جمل فيها كلمات معينه او ازمنه معينه او عدد جمل معين او جمل بتتقال في سيتويشنز او في يعني سيتويشن يعني ايه؟ يعني في مش عارف والله في حاجه معينه ما علينا والله عيب عليا انا في رابعه انجليزي تقريبا مش عارف يعني سيتويشن في مواقف معينه معلش يعني الذاكره بتخن شويه في مواقف معينه. المهم لو بصينا كده على مثال دي كده 10 جمل فيها كلمه هاز وتعالى نبص هنا يا باشا في جمل فيها كلمه هاف نخش على الاثنين انزل تحت شويه تلاقي ايه؟ صوره. انا قلت لك في تركيه بسيطه هتضمن ليك ان انت تعدي المواقع دي الصوره. التركيه دي هي الصوره اللي هتعملها. الشغل كله في الصوره. باقي المحتوى انت بتاخده كوبي بيست ركز معايا، باقي المحتوى انت بتاخده كوبي بيست او بتعمله بايدك، الموضوع سهل وبسيط والله خلاص، ولكن تعبك كله في الصوره لان هي دي الصوره اللي بتضمن ليك انك تجيب زوار. تعال نبص كده خلاص هتلاقي ان كله متنشط في الصوره، خلاص كله ايه متنشط في الصوره، يعني الكلمات المفتاحيه دي كلها معظم الزوار بتيجي من الصور من جوجل ايمجز خلاص. وزي ما انت شايف نسب محترمه جدا جدا من الزوار، ودخلنا كده على اول مقاله اللي مترانك في رقم واحد تقريبا من 3 ل 4 خلاص، وهنا رقم واحد اهو. لو دوسنا كده على اللينك ده عشان نشوف بس 1000 تقريبا 1000 اكزامبل 1000 جمله خلاص في الكومباوند ووردز تمام، زي ما انتم شايفين 1000 كلمه هو جايبها وحاططها عنده في الموقع ومظبط ليها صور، يعني هو مش شغال مش تعبان، هو جايب كلام موجود اوريدي في اي موقع في اي ملف بي دي اف موجود في اي حته، زي ما انتم شايفين نفس الكلام عامل صوره. وانا غالبا كده اشك ان الاثنين دول لنفس صاحب واحد، يعني هو صاحب الموقع واحد بس غالبا، انا لقيتهم لما دورت، يعني انا بحثت عشان اجيب لك منافس اشتغل عليه، خلاص؟ فلقيت الاثنين دول قدام مني، فغالبا الاثنين لنفس صاحب الموقع، ليه؟ لان نفس القالب هو هو. نفس القالب هو هو اللي شغال بيه على الووردبريس زي ما انتم شايفين الصوره خلاص، وتحت منها عامل ايه؟ كاتب لك الجمل فقط لا غير ومعلم على كلمه هاف زي ما انتم شايفين، مش مخترع الذره، ما عملش حاجه من عنده زياده زي ما انتم شايفين. ادي الفكره بسيطه تقريبا 10 سطور 10 سطور وصوره فوق منهم بيجيبوا زوار او بيجيبوا زوار. تعال نبص يا باشا، طبعا زي ما قلنا ده 333000 لو دخلنا كده على الكلمات المفتاحيه فيه كومباوند ووردز. ركز معايا لو دخلت على الكومباوند ووردز طبعا ورطها لكم دلوقتي هتلاقي ايه؟ يعني اعلى مقاله موجوده في الموقع تقريبا هنا كده ريسنت بوست ودي الاعلى بعد منها خلاص، هتلاقي عامل لك ايه؟ حاطط لك تمام صوره وتحت منها الكلام اللي جوه الصوره. هنا صوره وحاطط لك منها تحت منها الكلام اللي جوه الصوره وهكذا خلاص وهكذا الى اخر الصفحه تمام؟ لحد ما تخلص تلاقيه بنزل لك كل الكلام بالصور بتاعتها. طب خلصنا من المقاله دي ورينا مقاله ثانيه. كومبلكس سنتنس اكزامبل لو دخلنا كده على الثانيه دي ثاني اعلى مقاله في الموقع خلاص، هتلاقي 10 كومبلكس سنتنس يعني جمل معقده في اللغه الانجليزيه خلاص، تقريبا معقده معقده كومبلكس ما علينا. المهم هتلاقي حاطط لك 10 جمل فقط لا غير 10 جمل وفوق منهم صوره وخلص الكلام. اقفل الكلام ده كده خالص واطلع تمام وروح على الموقع الثاني. تعالى بقى اوريك في الموقع الثاني اللي فيه مليون ونص خلاص. لو دخلنا كده هتلاقي ايه؟ نيمز اوف انيمالز. ركز معايا اعلى صفحه او اعلى مقاله موجوده في الموقع ده بتتكلم عن نيمز اوف انيمالز. لو دخلنا كده على النيمز اوف انيمالز تمام، طبعا احنا معلينا نسبه الترافيك ممكن تخسر بنسبه تاني الفوليوم او البوزيشن او غيره ايا كان. هتلاقي عندك ايه؟ 50 اسم حيوان، 50 اسم حيوان فقط. دي مقاله كده من اعلى المقالات اللي موجوده جوه الموقع ده، عامل لك صوره على شويه حيوانات ممكن تعملها في اي موقع بربع جنيه خلاص. طبعا بربع جنيه ده تشبيه لان هي ببلاش، يعني مش هتدفع ربع جنيه من جيبك عشان محدش يقول لي ده ما هو في فلوس بتدفع، لا خالص انا عارف في ناس هتقول كده. وحاطط جنب منها يعني اسامي الحيوانات اللي موجوده في كل حته، خلي بالك المحتوى ده لو اخدته كوبي بيست جوجل ما بتحسبهوش ان هو محتوى مكرر او محتوى منسوخ. ليه؟ لان ده اسمه دوج، ده اسمه دوج كده خلاص، هو يعني كلب اسمه دوج. لو انت خدت الاسم ده كلمه دوج دي وغيرت فيها هتغير في المعنى، يبقى انت عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. ده من المحتوى اللي ما ينفعش تغير فيه، ده اسم ثابت بتاخده زي ما هو تحطه عندك خلص. ممكن تكتب مقدمه لو هتعرف تكتب مقدمه، ما عرفتش خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اعمل صوره زي دي وحط تحت منها ايه يا باشا؟ الكلام بالشكل ده زي ما انتم شايفين هو مقسمها وحاطط لك هنا كمان ايه النيم الميل منها اسمه ايه والفيميل منه اسمه ايه، يعني ده اسم الحيوان وده الذكر منه اسمه ايه وده الانثى من الحيوان ده اسمه ايه خلاص. طبعا انت هتخش وتشوف الكلام ده وهتعرف بنفسك زي ما انتم شايفين اسامي حيوانات ومقالات عاملها بشكل سهل جدا جدا وبسيط. تعال نخش كده على مقاله ثانيه قبل ما ننهي حلقه النهارده خلاص. بارتيشن از اوبوزيت اوف مثلا مثلا، خلينا نبص كده على الصوره دي خلاص او على المقاله دي.
opposite of partition. اترجم لك عشان بس ايه ما اتكسفش قدام منكم. مقابل كلمه opposite partition تقريبا خلاص، مقابل كلمه partition اللي هي عكس كلمه partition تقريبا خلاص، اللي هي المضاد لكلمه partition والمعنى ومثال في جمله. ده كده عنوان مقاله موجود في موقع خلاص. هتنزل تحت شويه تلاقي ايه دي كده المعكوسات الخاصه بكلمه partition، دي كده العكس الخاص بيها، ودي الاكزامبل بتاعها. تمام، ركز معايا ان اي حاجه بيشتغل عليها بيعمل عليها صوره، لان الصوره هنا هي اللي بتخليه يرانك في جوجل او يظهر في محركات البحث في الصور ويجيب شيرز كتيره. ولما انا اخد الصوره دي احملها عندي وارفعها عندي في جروب، رابط الموقع موجود تحت، الناس هتخش بشكل دايركت على الموقع على طول. لو بصينا كده على الدايركت هنا كده تحت شويه باشا، طبعا زي ما انتم شايفين يونايتد ستيتس اعلى حاجه، عندك السورس او السيرش بنسبة 83%، الدايركت 13%، والسوشيال 1%، يعني في نسب محترمة جدا جدا من الزيارات جاية من بره، زي ما انتم شايفين ده كده المعنى والكلام ده إلى آخره، خلاص؟ يعني دي الكلمة والمعنى بتاعها، الكلمة والمعنى بتاعها والعكس بتاعها، الكلمة والتضاد بتاعها، خلاص؟ زي ما انتم شايفين. هو مش مخترع الذرة، يعني ما عملش شغل تقيل في الموقع، لا خالص. شغلك كله يا باشا انك هتخش تحلل الموقع ده. انا للاسف ما عنديش اكونت مدفوع حاليا في موقع سيمرش او اي اتشريفس، كنت جبت لكم الكلمات المفتاحيه. فبعد اذنكم لو اي حد فيكم عنده حساب مدفوع في سيمرش او اي اتشريفس يقدر يمدني بيه على الايميل، وانا هتخش ابحث او اسحب لكم الكلمات المفتاحيه دي واديها لكم تشتغلوا عليها، وان شاء الله الحلقات اللي جايه نعتمد على الحساب ده. انا ما عنديش ادنى مشكله، كلموني على الايميل الموجود في وصف الفيديو. تمام، خلصنا من الجزئية الأولانية. أنت هتعمل موقع سواء كان على بلوجر أو على ووردبريس، وأنا أنصح تشتغل على ووردبريس. ليه يا ريان على ووردبريس؟ لأن كل المنافسين ليك شغالين على موقع ووردبريس بسيم مجاني. السيم اللي ظهر قدام منك ده هو سيم مجاني، مش مدفوع فيه فلوس، هتجيبه من على جوجل عادي جدا خلاص، وهتعمل الموقع بالشكل اللي قدام منك ده. تمام، وهتبدأ تدخل على الموقع ده والموقع ده، وهسيب لك الموقعين دول في وصف الفيديو، وبذكائك انت تجيب مواقع مماثله مشابهه للموقعين دول، عشان بس ما تبقاش شغال زي غيرك ما يكون شغال، لا اشتغل بره شويه، فجيب مواقع مماثله للمواقع دي وخد منها افكار للمواضيع الكلمات المفتاحيه دي او يعني العناوين دي. خد العناوين دي وابدا اشتغل انت على المحتوى اللي عندك. خش على جوجل ابحث على 10 جمل فيها كلمه هاز، وخد ال 10 جمل دول ابنيهم عندك في المقال. اعمل بقى صوره محترمه. هتقول لي اعمل صوره محترمه فين؟ اعملها في موقع كانفا. تعال بص نبص كده على كانفا خلاص، كانفا تمام دوت كوم. لو دخلت على كانفا كده تمام، وبالمناسبه انا عامل قائمه تشغيل خاصه بكانفا ممكن تشوفها في وصف الفيديو. لو دخلنا كده على انجلش ليرنينج ونشيل كده كلمه ايبوك خالص، انا بس عايزها انجلش ليرنينج تمام، هوريها لكم دلوقتي. ممكن ياخد شويه بس وقت في البحث، هنشيل لي كده بس ايه كلمه ايبوك تمام، ودوس لي كده على كلمه سيرش انجلش ليرنينج. هتلاقي ايه ملفات زي كده من صفحتين خاصه بتعلم اللغه الانجليزيه، زي ما انت دي ملفات كده ممكن تاخدها تحطها عندك بي دي اف. نفس الكلام هنا، غلاف هنا، صوره هنا، مش عارف ايه، دور هتلاقي كتير حاجات خاصه باللغه الانجليزيه زي كده، حاجات خاصه باللغه الانجليزيه زي كده زي كده. كل ما تدور في الموقع ده هتلاقي تصاميم زي كده خاصه ب اتس فيرسس اتس، اللي هي بالعلامه دي ومن غير العلامه. ده كده موضوع مقال، ده والله موضوع مقال، والصوره بتاعته موجوده عندك بشكل مجاني اهي. انت عايز ايه تاني؟ يعني ده مقال كده انا جبته فكرته من جوه كانفا اللي بيعمل تصاميم اصلا. هاخد الجمل دي كلها احطها عندي، واخد الصوره احطها عندي، وخلص الكلام. ادي دي مقاله عملتها وممكن اتصدر بيها واجيب بيها محترم جدا جدا جدا. ممكن اخد الكلام ده خلاص يعني الجداول دي واعملها بي دي اف وانزلها بشكل مجاني، والم من خلالها حاجه اسمها ليد ماجنت، الم ايميلات. وده هنتكلم عنه ان شاء الله في ايام جايه لما يوصل الحلقه دي ل 1000 لايك، وانا بكلمكم بقول لكم لو وصل ل 1000 لايك نعمل لكم حلقه بقى بنتكلم فيها عن انشاء الموقع والعمل عليه بطريقه احترافيه، ممكن كورس كده محترم، ممكن شغل محترمين. هنتكلم في الحلقات اللي جايه ان شاء الله عن ازاي تجيب زوار للموقع ده من اكتر من سورس. هنعمل له قائمه تشغيل كده عندنا في القناه ان شاء الله. ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير وكومنت. كان معاكم محمد ريان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.